كان الطريق هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة مسكونة بالمشاق والأخطار، محفوفة بمطاردة مشركي قريش وتعقبهم للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وكانت خيمتها على تلك الطريق محطة هامة دخلها النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه، فوجدا فيها حسن الاستقبال وصدق الترحاب، إلا أن التاريخ قرأ في عيني صاحبة الخيمة أجمل وأدق وصف عرف للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان أشبه به من سائر من وصفه من الرجال. إنها أم معبد، البدوية التي أعطت دروسا في دقة الوصف وبلاغة الرؤية، والتي تشرفت خيمتها بمرور رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضحت معلما من معالم الهجرة ومحطة من محطات التاريخ. هي عاتكة بنت خالد بن خليف بن كعب بن خزاعة، وزوجها هو ابن عمها تميم بن عبد العزى الخزاعي. اشتهرا بكنيتيهما، فعرفت هي باسم أم معبد وزوجها بأبي معبد. كانت أم معبد تسكن قديداً، وهي موضع قرب مكة جهة المدينة. وعندما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في طريقهما للهجرة سحر يوم الاثنين لأربع ليال من شهر ربيع الأول، بعد أن خرجا من غار ثور الذي اختبأ فيه جنوبي مكة، وبعد أن اطمأنا إلى أن قريشا لن تتبعهما، طالعتهما عن بعد خيمة رابضة فوق الرمال الملتهبة نصبها أهلها على طريق الركبان لاستضافتهم والعيش على ما يقدمونه من أعطيات. كانت تلك خيمة أم معبد التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في موكب كان يضم إلى جانب أبي بكر مولاه عامر بن فهيرة، ودليل الطريق عبد الله بن أريقط. كانت أم معبد امرأة جليلة مسنة، جليدة قوية، تجلس بفناء الخيمة فتطعم من يمر بها. فسألوها: هل عندك لحم أو لبن يشترونه منها؟ فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك، بل قالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم القرى، أي كنا كفيناكم حق الضيف. وإن القوم مرملون مسنتون، أي أصابتهم السنة الجدباء. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا شاة في جانب الخيمة، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ فقالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم، أي منعها الهزال عن اللحاق بالغنم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل فيها من لبن؟ فقالت: هي أضعف من ذلك. فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ فقالت أم معبد: نعم، بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة فمسها وذكر اسم الله ومسح ضرعها، ثم دعا بإناء لها يشبع رهطا كاملا فحلب فيه حتى ملأه، فسقى أم معبد وسقى أصحابه رضي الله عنهم، حتى إذا رووا شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرهم، ثم حلب في الإناء الكبير ثانية وتركه عندها. وفي رواية قال لها صلى الله عليه وسلم: ارفعي هذا لأبي معبد إذا جاءك. ومضى الموكب النبوي الشريف يغذ السير في طريق الهجرة. وعندما عاد أبو معبد عشاء بغنمه العجاف الهزال من المرعى، ورأى اللبن عند أم معبد يملأ قدرا كبيرا يكفي جماعة من الرجال، قال متعجبا: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد والشاة عازبة ولا حلوبة في البيت؟ فقالت أم معبد: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كذا وكذا، فقال: صفيه لي يا أم معبد. فقالت تصف النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا ظاهر الوضاء، حسن الخلق، مليح الوجه، لم تعبه ثلجة، أي لم يشوه منظره عظم بطن، ولم تزر به صعلة، أي صغر رأس، قسيم وسيم، في عينه دعج، وفي أشفاره وطف، أي كثافة في شعر الحاجبين، وفي صوته صحل، أي بحة صوت، أحور أكحل، أزج، أي دقيق طرف الحاجبين، أفرن، أي معقود الحاجبين، في عنقه سطع، أي ارتفاع، وفي لحيته كثافة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلى البهاء، حلو المنطق، كلامه فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نذر يتحدرن، أبهى الناس وأجمله من بعيد وأحسنه من قريب، ربعة، أي مربوع القامة، لا تشنؤه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، وإن أمر تبادروا لأمره، محفود محشود، أي تقوم الجماعة على خدمته، لا عابث ولا مفند، أي لا يكثر تخطئة محدثه. قال أبو معبد بعد أن انتهت زوجته أم معبد من وصف النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الصورة البديعة: هذا والله صاحب قريش الذي تطلب، ولو صادفته لالتمست أن أصحبه، وفي رواية لاتبعته، ثم قال: والله لأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا.
وتورد كتب السير والتراجم أبياتا من الشعر يقال إنها سمعت أصداؤها تتردد في بطحاء مكة، جاء فيها: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبد، هما نزلا بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد. ليهن بني كعب مقام فتاتهم، ومقعدها للمؤمنين بمرصد. فيا لقصيا ما زوى الله عنكم، به من فخار ولا يبارى وسؤدد. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد. وحين تسامع أهل أم معبد وذووها من بني كعب بما كان من مرور النبي صلى الله عليه وسلم وما نالها من آثار وبركات عليها وعلى من معها، أخذوا يغبطونها على ما ظفرت به، بل وظلوا يؤرخون بهذا اليوم باعتباره أخلد أيام حياتهم في هذه الصحراء الممتدة حولهم. أما قريش فقد عرفت اتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثوا إلى أم معبد من يسألها: هل مر بك محمد؟ فقالت ببلاغتها المعهودة: لا أدري ما تقولون، إنما ضافني حالب الشاة الحائل. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة سالما مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فاستقبل بالزغاريد وأقام عليه الصلاة والسلام دولة الإسلام الأولى في دار الهجرة. وخفت أم معبد مع زوجها أبي معبد لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلمت مع زوجها وهاجرا إلى المدينة المنورة وحسن إسلامهما. وفي سنة 23 هجرية أذن الخليفة لأمهات المؤمنين بالحج لأول مرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر ركب الحجيج بقديد حيث تعيش أم معبد، وكان يقوده عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. فوصفت أم معبد القافلة بقولها: رأيت عثمان وعبد الرحمن في خلافة عمر حجا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت على هوادجهن الطيالسة الخضر، وهن حجرة من الناس، يسير أمامهن ابن عفان على راحلته يصيح إذا دنا منهن أحد: إليك إليك، وابن عوف من ورائهن يفعل مثل ذلك. فنزلنا بقديد قريبا من منزلي واعتزلنا الناس وقد ستروا عليهن الشجر من كل ناحية، فدخلت عليهن وهن ثمان، فلما رأيتهن نشجت، فقلن: ما يبكيك؟ فقلت: ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكين، وقلت: هذا منزلي علي، فعرفنني ورحبن بي وأجزرتهن جزورا ولبنا، فقبضن ذلك كله مني. وقد عاشت أم معبد رضي الله عنها
حتى عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، والذي كان يجري عليها كسوة وشيئا من غلة اليمن. أما وصفها البليغ للنبي صلى الله عليه وسلم فقد عاش في كتب التاريخ والسيرة قرونا بعد رحيلها. وقد قيل لأم معبد ذات مرة: ما بال وصفك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه به من سائر وصفه من الرجال؟ فقالت: أما علمتم أن نظر المرأة أشفى من نظر الرجل للرجل؟ وقيل إن إمام البلاغة والبيان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه سئل مرة: ما أبلغ وصف وأبلغه قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما ذكرته أم معبد الخزاعية. ولا عجب في ذلك، فقد كانت أم معبد المرأة التي تفوقت على الرجال في دقة وبراعة وصفها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد رأت خلقه وخلقه ونفذت في وصفها إلى الجوهر النبيل الذي لم ترى له مثيل. هي سيدة وفدت إلى مكة المكرمة من جزيرة العرب ليكتب الله لها شرف مواكبة نور الإسلام وهو يبزغ ويشع في زمن الولادة الأولى للدين الخاتم. كانت زوجة أول رجل دخل الإسلام وأول خليفة في تاريخ الإسلام، وكانت أم إحدى أمهات المؤمنين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. إنها أم رومان الصحابية الجليلة، زوجة الصديق وأم عائشة الصديقة رضي الله عنهما. هي زينب، وقيل دعد، بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن كنانة، اشتهرت بكنيتها أم رومان والتي غلبت على اسمها. وقد نشأت رضي الله عنها في منطقة السادات في جزيرة العرب، وتزوجت من الحارث بن سخيرة الأزدي الذي كانت له مكانة مرموقة بين قومه، وقد أنجبت له ذكرا واحدا هو الطفيل بن الحارث. وعندما رغب زوجها في العيش بمكة المكرمة اصطحبها وابنها إلى أم القرى، وهناك كان عليه أن يدخل في حلف أحد الأشخاص البارزين كي يتدبر أمر معيشته وأمنه، وذلك على عادة قريش في تلك الفترة. فحالف أحد رجال مكة الثقاة الكرام عبد الله بن أبي قحافة الذي كان يعرف بأبي بكر ثم اشتهر فيما بعد بالصديق. وبعد فترة من الزمن توفي الحارث بن سخيرة وترك زوجته أم رومان وحيدة في المدينة، فما كان من أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلا أن تقدم لها كعادة العرب إكراما لصاحبه بعد وفاته،
وسرعان ما قبلت أم رومان بهذا العرض الكريم، فقد وجدت فيه الرجل الذي سيحافظ عليها وعلى ولدها ويرعاهما. فتزوجت من أبي بكر رضي الله عنه، ثم أنجبت له عبد الرحمن وعائشة التي ستغدو فيما بعد واحدة من أمهات المؤمنين. وعندما نزلت الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه الوحي وهو يتعبد في غار حراء، كان أبو بكر الصديق أول من آمن بدعوة الإسلام، وسرعان ما راح يحدث زوجته عن الدين الجديد حتى آمنت بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصار بيت الصديق من البيوت القليلة التي كان يتردد عليها النبي عليه الصلاة والسلام ليجد من أهله حسن الإسلام وحسن الضيافة، وليغدو بيت الصديق وأم رومان أول بيت إسلامي تعلو فيه كلمة الله تعالى بعد بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت البشرى العظيمة في ذلك اليوم الذي جاءت فيه خولة بنت الحكيم رضي الله عنها بيت أبي بكر الصديق في مكة المكرمة لتخطب عائشة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد وجدت أم رومان في هذا النسب تشريفا لها وللبيت الذي طالما جمعته صدق العقيدة وصدق الجهاد مع نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. وقد عاشت أم رومان رضي الله عنها لتذود مع زوجها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمال والنفس، وقد كانت ترى أبا بكر رضي الله عنه وهو ينفق أمواله في سبيل عتق العبيد المستضعفين الذين اتبعوا رسالة الهدى، فلم تعترض يوما ولم تأس لمال قد أنفق وثروة قد بددت. وقد ظل هذا حالها حتى عندما خرج زوجها أبو بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة، وقد حمل معه كل ما يملك من مال، وترك أم رومان مع ابنتيه أسماء وعائشة في مكة المكرمة. فتحملت أم رومان أذى قريش وغطرسة مشركيها حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار هجرته من يصطحب آل بيته وبيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه في رحلة الهجرة إلى الله ورسوله. وفي المدينة المنورة كان على أم رومان أن تعيش فرحة دخول ابنتها عائشة رضي الله عنها إلى البيت النبوي الشريف لتغدو واحدة من أمهات المؤمنين. إلا أنه كان عليها أيضا أن تعيش في السنة السادسة للهجرة مرارة حديث الإفك الظالم الذي طال ابنتها عائشة رضي الله عنها إثر تخلفها لقضاء حاجة وهي عائدة من غزوة بني المصطلق. حيث اكتشف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الهودج الذي كان يقلها قد وصل إلى المدينة فارغاً، فأصابته الحيرة والقلق، ولبث مع صحبه حائرين قلقين يتحرون غيابها قبل أن تظهر السيدة عائشة
وهي تركب بعير صفوان بن معطل السلمي. وتلقف اليهود والمنافقون في المدينة هذه الحادثة لينسجوا حولها ما يكيدون فيه للرسول ولأهله الطاهرين الكرام. فوقعت السيدة عائشة رضي الله عنها ضحية شائعة مغرضة لم تكن تدري عنها شيئا حتى بعد أن وصلت إلى مسامع الرسول فأحزنته. وعاشت أم رومان رضي الله عنها أقسى تجربة عرفتها في حياتها الحافلة بالجهاد والبذل والعطاء، وجهدت أن تخفي الأمر عن ابنتها التي كانت ترقد مريضة لديها، حتى إذا ما وصل حديث الإفك إلى مسامع السيدة عائشة رضي الله عنها وقفت أم رومان تواسيها قائلة: أي بنية، هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن وكثر عليها الناس، حتى أذن الله تعالى بانجلاء هذه المحنة القاسية، ونزلت براءة السيدة عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات. فقال جل وعلا في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق الله العظيم. وعاشت أم رومان رضي الله عنها لترى هذه الغمة وقد انجلت، لكنها لم تعش طويلا بعد ذلك، فقد وقعت أم رومان فريسة المرض، ثم أسلمت روحها الطاهرة لبارئها في يوم حنين في السنة الثامنة للهجرة. وكان خير عزاء لمسيرة جهادها وصبرها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل قبرها يستغفر لها: اللهم إنك تعلم ما لقيت أم رومان فيك وفي رسولك.